برحب بحضراتكم في حلقه جديده النهارده فيديو جديد هنتكلم فيه عن اكتر اكتر المواضيع اللي بحب اتكلم فيها هو موضوع قانون الجذب لو انتوا بتتابعوني من زمان هتعرفوا ان انا حتى كمان موضوع قوانين الجذب وعلم التخاطر وطاقة وقوانين الطاقة بحبها أكتر بكتير جدا من الأبراج. فالنهاردة هنتكلم عن شرح مبسط لقانون الجذب عشان كل ما بتكلم عنه لسه ستيل ناس بتبعت لي كتير جدا يقولوا لي إحنا مش فاهمين أو في حلقة مفقودة أو مش بننجح إن إحنا نطبق قانون الجذب. فإحنا النهاردة هنتكلم كده ونقعد مع بعض كده على المصطبة كده عشان إيه نفهم يعني إيه قانون الجذب. رقم واحد في قاعدة كده لازم كلنا نعرفها إن أي حاجة في حياتنا ليها طاقة. كلماتك ليها طاقة أي حاجة جماد يعني الريموت ده ليه طاقة علبة اللام دي ليها طاقة علبة الميك اب بتاعتي دي ليها طاقة أي حاجة في الدنيا ليها طاقة كلماتك أفكارك ليها طاقة الجماد اللي حواليك ليه طاقة لبسك ليه طاقة المكان اللي أنت قاعد فيه ليه طاقة يبقى احنا علم الطاقة ده موجود سواء ان احنا آمنا بيه أو ما آمناش بيه ما في ناس مش بتؤمن بقانون الجذب بتقول على ده خرافات عادي جدا يبقى الناس دي سواء إن هي امن امنت بيه واشتغلت عليه او لا فهو كده كده شغال فريكوينتلي من تلقاء نفسه اوكي خلينا نكون متفقين من الحته دي طيب يعني ايه قانون الجذب كل حاجه في الدنيا ليها ذبذب انا احنا ممكن نسميه قانون الذبذبات يعني او او لانه قانون كوني انت 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 ليك تردد وليك ذبذبات معينه، أي حاجة في الدنيا ليها تردد. عاملة زي الراديو كده، عارفين الراديو؟ هل أنت ممكن تشغل إذاعة أو تسمع إذاعة من غير ما تظبط التردد بتاعك عليها؟ إطلاقًا. هل أنت ممكن تشغل مثلًا في قناة سي بي سي من غير ما تكون مظبط التردد بتاعها؟ استحالة. يبقى الهدف من قانون الجذب ان انت تظبط تردداتك وذبذباتك انت وذبذبات افكارك لذبذبات وتردد الهدف بتاعك او الامنيه بتاعتك او الحاجه اللي نفسك تحققها كل ما قربوا من بعض الحاجات المتشابهه بتتجاذب في قانون الجذب مش بتتنافر يعني انت بتجذب الحاجات المشابهه لافكارك المشابهه لكلماتك فعلشان كده يعني مهم جدا جدا ان انت تركز على او تفوكس على الهدف بتاعك او النية بتاعتك او يكون عندك نية لامنية او هدف واضح يعني الناس اللي بتبقاش عارفة هي عايزة ايه في حياتها هل بيعرفوا يوصلوا لا استحالة ليه لان ببساطة شديدة ما عندوش امنية وما عندوش هدف واضح زي مثلا انا عايزة اكون مشهورة طب انت عايزة تكوني مشهورة ازاي يعني مشهورة في ايه يعني لازم تكوني انت فاهمه او انت فاهم انت عايز تكون مشهور في ايه يبقى انا عايزه اكون مطربه مشهوره لا انا عايزه اكون ممثل مشهور لا انا عايزه اكون لاعب كوره مشهور جدا انا عايزه اكون انفلونسر مشهوره انا عايزه اكون دكتور مشهور فلازم يبقى الامنيه او ال... او الهدف بتاعي يكون واضح قدامي واضح في عقلي الباطن واضح قدامي علشان اقدر ان انا اوصل طيب يا جماعه في ناس كتيره بتقعد تشكك في قانون الجذب بيقول ان هو خرافات والناس اللي بتشتغل فيه بتخرف وان انا ساحره <applause> طيب الرسول عليه الصلاه والسلام قال تفائلوا بالخير تجدوه تخيلوا بقى ان تفائلوا بالخير تجدوه ايكوال قانون الجذب هو حسن الظن بالله ايكوال قانون الجذب ليه انت كل ما بتبقى متخيل ومتوقع وعندك بالايمان بالحاجه ان هي كده كده هتحصل كل ما انت بتقرب منها يبقى قاعدة رقم واحد أنا عندي هدف دلوقتي خلونا نبسط الموضوع بس عشان بكلم جنرال كتير أنا م. عندي هدف أنا عندي أمنية أنا كراشة مثلا عايزة أكون مذيعة مشهورة عايزة أكون عايزة أكون بابليك سبيكر عايزة أكون انفلونسر سي مشهورة جدا يبقى أنا هدفي إن أنا أكون أكون حد بسافر كتير بعمل public speaking وده فعلا على فكرة أنا نفسي أكون سبب إن أنا أغير حياة الناس وأكون public speaker دي حاجة من الحاجات اللي أنا نفسي فيها. طيب أنا إزاي أعمل كده؟ أنا حددت هدفي رقم واحد حددت الهدف بتاعي بقى هدف واضح بالنسبة لي مش 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 تايهة فيه. ده رقم واحد. رقم اتنين أتخيل بقى imagination عارفين أنتوا ولاكم في الخيال حياة؟ أنا عايزاك تبقى شغال مخرج ومنتج ومصور تخيل كل حاجه في دماغك بس تخيل كانه حاضر مش تتخيل كانه مستقبل انا هتخيل نفسي وانا واقفه قدام جمهور وماسكه مايك وناس قاعده وقدامي ملايين الناس وانا واقفه زي لؤلؤ كده مع اني مش متابعه المسلسل ملايين الناس اللي قاعدين مستنييني وانا واقفه اهزر وبضحك على مسرح واسع وخلفيه ورايا وفي حتى بورد ورايا بشرح عليها أتخيل وأبقى حاسة بكل المشاعر اللي أنا هحسها لو أنا واقفة في الموقف ده كأن هو حاضر كأن أنا حاسس كأنها حصلت. يا جماعة أكتر الناس اللي قدروا يحققوا كل حاجة وصلوا ليها كانوا شايفين اللي هم حققوه ومتخيلينه كويس جدا جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى أداك القدرة على الخيال. يعني ما No way. وانت بتتخيل مثلا ان انت تكون مدرب يعني سوري المدرب بتاع المنتخب الكوره القومي بتاع بلدك هل هيجي عقلك الباطن يقول لك سوري يا فندم حضرتك امكانياتك ما تسمحش ان انت تتخيل الموضوع ده استحاله استحاله فانت مفيش مفيش سقف لطموحاتك مفيش سقف لتخيلاتك مفيش سقف فانت بالتالي ممكن تتخيل اي حاجه انت عايزها اي حاجه انت عايز توصل لها حطها في دماغك وركز عليها خلي افكارك علشان تقرب التردد بتاعها والذبذبات بتاعها لي لافكارك، فانت قرب جدا في الموضوع ده، ماشي؟ يبقى رقم واحد هتخيل ويبقى عندي حسن الظن بربنا، وده نوع من انواع الايمان، انت هتبقى عندك ايمان وحسن الظن اللي انت عايزه هتقدر توصل له وهتقدر تحققه. ما يكونش عندك شك، الشك بيقلل وصولك للحاجه اللي انت عايزها، اللي هو استحاله يحصل، نو هو يحصل، انا شاكك، ما تشكش، مش عايزه شك خالص، اوكي؟ دي نقطه برضه مهمه جدا. ايماجينيشن دي بقى يا جماعه نعملها امتى؟ اعملها في اي وقت وانت سايقه عربيتك راح توصلي ولادك التمرين اعملي ايماجينيشن او اعملي اللي هو التصور الذهني وانت وانت رايح شغلك وانت بتنامي وانت صاحي الصبح هتصلي الفجر بعد ما تصلي الفجر اقعد تخيل تخيل حياتك عامله ازاي؟ اللي انت هتتخيله او اللي انت هترسمه في خيالك هو اللي هيحصل افكارك هي مستقبلك والله العظيم يا جماعه صدقوني انا مش بقول اي كلام خالص افكارك هي مستقبلك افكارك اللي بتشوفها هي اللي هتحدد انت هتبقى ايه بعد كده كل ما هتفكر في حاجات سلبيه هتجذب حاجات سلبيه هتفكر في ايجابيه هتفكر في حاجات كويسه هتجذب الحاجات الكويسه تاني حاجة برضو نقطة مهمة جدا جدا لازم يكون عندك استحقاق يعني ايه استحقاق يا رشا يعني لازم أبقى انا حاسة ان انا استحق انا استحق اكون مذيعه مشهور انا استحق اكون لاعب كرة مشهور انا استحق ان انا اخس يبقى جسمي حلو وبقى حلوة وبحلوة. انا استحق ان انا اكون لاعب تنس ناجح انا استحق اكون مدير شركة كبيرة جدا انا استحق لازم تعلي, استحقاق. تعلي ثقتك في نفسك واستحقاقك وان انت قيمتك تستحق ان انت تقدر توصل للحاجه دي من غير ما تستحق يعني مثلا لو في واحده بتحب واحد مثلا او حد معجب بحد ما ينفعش يجي يقول هو استحاله يبص لي هو نوع يبص لي اصلا مش حلوه هو هو عنده حواليه بنات كتير احلى مني ما تعرفين ده بيقلل استحقاقك بيقلل وسوعك ان انت بتعمل شك ان انت هتقدر توصل للشخص ده وان انت هتقدر تجذبه اوكي يبقى رقم واحد التصور الذهني التفاؤل 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 لازم يكون عندنا تفاؤل عندنا عارفين ان اللي جاي خير اللي جاي حلو كل ما هتتفائل كل ما هتجذب الحاجات الكويسه في حياتك كل ما هتتشائم كل ما انت هتطيب هتبعد الحاجات الايجابيه وتجذب حاجات سلبيه فدي نقطه مهمه جدا جدا يعني وبعدين التوكيدات بقى التوكيدات ده يعني لازم اتكلم عن الحاجه كاني انا عايشها دلوقتي يعني اقول انا كلهم قول لنفسك التوكيدات دي لحد ما تقتنع بيها انا سعيده انا ناجحه انا واثقه في نفسي انا هو... انا وصلت لهدفي انا غنيه انا عندي عربيه كذا كذا انا بشت... انا مديره انا انا بطل عالم انا لعيب كره مشهور عشان انا في ناس كتيره قوي يا جماعه بيبعتوا واضح ان انا باتراكت الناس اللي عندهم احلام في الكوره وناس عايزين يطلعوا ممثلين او مغنيين بيقولوا لي هاو تو اتراكت الشهره يعني وناس عايزه تبقى اغنيه حتى المال تقدر تاتراكته اوكي طيب يبقى اول حاجه التصور الذهني ان انت تتخيل لازم نيتك او هدفك يكون محددين طيب هل بقى يا رشا انا اقعد بقى اتخيل واعمل التمرينات الجميله دي وانا قاعده كده على على كنبتي وخلاص كده لازم تسعي ما انت لازم تسعى لازم تشتغل على هدفك لازم بقى تشوف هدفك هو بيتحقق لازم اشتغل على الهدف ما انا اكيد معلش سوري بقى اقعد اتخيل المال وانا قاعده على كنبه بيتنا عماله ماسكه موبايلي بتفرج بفر في الفيسبوك والهدف بتاعي اتحقق نو no واي يبقى انا لازم اسعى صحيح بقى كل في بوينت عايزه اقولها تبقى واضحه جدا بالنسبه لكم كل ما التردد بتاعي او الذبذبات بتاعتي عقل بتاعت عقلي الباطن بتاعه افكاري عن هدفي بتقرب من زبزبات وتردد الهدف كل ما بيقل السعي يعني مش هحتاج اسعى كتير والدليل على كده ان ممكن تلاقي واحد كده ما بيتعبش قوي وبيعرف يوصل اللي هو عايزه باقل مجهود هل عشان شخص محظوظ انا ضد فكره ان في شخص محظوظ لا بس الشخص ده عرف يفكر صح فكر بطريقه صحيحه ده الفرق ما بينك وما بينه وفي نفس الوقت مفيش حد هيوصل لحاجه هو عايزها من غير سعي ربنا سبحانه وتعالى قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم يعني انت لازم تشتغل لازم تجتهد لازم تعمل اللي عليك وانت عندك يقين ان انت هتوصل للي انت عايزه يبقى انت لو ما اشتغلتش ما اللي عليك وقعدت كده تقشر بصل هل هتوصل لحاجه لا طبعا ولو حد ضحك عليك وقال كده يبقى الشخص ده بيهزي وبيقول اي كلام مفيش حد هيوصل لحاجه هو عايزها الا ما يسعى ويعمل اللي عليه اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا طيب في ناس ما بتحددش هدفها لان في حد كاتب لي سؤال هنا بيقول لي طب انا مش عارف انا عايز ايه طب ما انت مش عارف انت عايز ايه وافكارك ملخبطه ازاي هتكذب ما انت مش هتعرف تكذب لان في لخبطه هنا يبقى انت افكارك لازم تتحكم فيها افكارك لازم تكون محدده افكارك لازم تواتش يعني يو واتش يور ثوتس يا جماعه افكارك دي ممكن توديك في 60 داهيه الموضوع مش هزار بجد الموضوع ماجيك انا هعتبره ماجيك فلازم تحدد هدفك، مفيش مفيش قول في الموضوع، حط هدف محدد قدامك ولازم يبقى واضح ومحدد ومعروف، ماشي؟ تاني حاجة في نقطة مهمة جدا مشاعري، لازم لو أنا عملت كل ده من غير مشاعر وإحساس مش هنوصل، المشاعر هو الدنمو بتاع اللو أوف إتراكشن، يعني لازم أحس بالحاجة، أحس إن أنا عملتها، أحس بالنشوة، كأنها حاضر، كأني حققتها، عارف أنت لما تتخيلي كده إن أنتِ خسيتي 40 كيلو انت واحده تخينه او واحد تخين ومليان وسمين يعني جسم عندك زياده في الوزن وخسيت وجسمك حلو وعندك عضلات او انت بقيتي جسمك حلو كده بتلبسي اللي انت عايزاه انت هيبقى عندك نشوه كده عندك باشن عندك فرحه حس بالمشاعر دي لازم مشاعرك ترتبط بالهدف لو الهدف مش مش مدعم بمشاعر وباحاسيس هتفشل يبقى لازم يبقى انت بتدخل مشاعرك وبتدخل باحساسك اوكي طيب في برضه نقطة أنا كاتباها مهمة جدًا اللي هو إعد صياغة كلماتك، يعني إيه إعد صياغة كلماتك؟ يعني ما ينفعش تقول أي كلمة هتخرج منك ليها طاقة هتتحقق ما ينفعش تقول أنا فاشل أنا ناجح، ما ينفعش تقول مش هعرف مش هقدر، أي كلمة سلبية إحذفها، أي كلمة سلبية غيرها بكلمة إيجابية، ما تقعدش تقول أنا كسول أنا كسول مش هقدر أو أنا ما عنديش طاقة أنا أنا اي كلمات سلبية هنستبدلها بكلمات ايجابية لازم الكلمة اللي تخرج مننا تبقى بتدعم وصلنا لهدفنا ماشي طب يا رشا انا عملت كل ده وما نجحتش مفيش حاجة اسمها عملت كل ده وما نجحتش لازم ما تتعلقش بالهدف الاستحالة لو تعلقت بالهدف هتفشل كل ما زاد تعلقك بالهدف كل ما انت بعدت عنه يبقى انت ما تتعلق ما تتعلقش بالنتائج ما تتعلقش بالنتيجه وتفضل بعد مستني ايه ده انا ما خسيتش اهو ايه ده انا ما ترقتش ايه ده انا خلاص انت عملت كل حاجه وعملت الإيماجينيشن بتاعتك وعندك حسن الظن بربنا وعندك وعندك يعني خلاص انت عملت كل الحاجات اللي قلت عليها دي خلاص ما نتعلقش بالهدف خلاص يبقى احنا عندنا طاقه امتنان نشكر ربنا سبحان الله في حاجتين هقول عليهم والله العظيم سحر في قانون الجذب وليهم علاقه بالدين يعني بديننا كثر الشكر كل ما بتشكر ربنا على نعمه كل ما ربنا هيزيدك يعني كل ما هتشكر ربنا كتير كل ما هتلاقي ربنا بيزيدك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا إن شكرتم لازيدنكم حطوا الحلقه الموضوع ده حلقه في ودانكم تاني حاجه كثره الاستغفار بتنقي القلب وبتنقي الروح فدايما تعودوا ان انتوا تستغفروا كتير جدا جدا تالت حاجه صدقة كل ما بتتصدق سبحان الله بيبقى عندك وفره فتلاقي ربنا بيحقق لك امنياتك يعني يعني انت شوف كده كام مره تصدقت تلاقي كان عندك مشكله واتحلت كان عندك كوارث وحصلت يا جماعه موضوع قانون الجذب موضوع مهم جدا جدا اه ليه تمرينات معينه اه يعني بس عشان في ناس بيقولوا هو مش ليه تمرين معين اكيد ليه تمرين معين بس هو قانون الجذب بيتلخص في حاجتين ان انت تتخيل الهدف بتاعك الواضح المحدد وان انت تحس بالهدف بتاعك وتحس ان هو حصل اكيد وان انت ما تتعلقش بالهدف وكمان ان انت تسعى في من اجل تحقيق ذلك الهدف، يعني انت مش هتعمل لو اوف اتراكشن وانت قاعد في مكانك، لو حد قال كده يبقى بيضحك عليك، تاني حاجه لازم نتحكم في افكارنا ونتحكم في كلماتنا، كلمة الكلمه اللي هتخرج منك ليها طاقه فلازم تبقى عارف الكلمه اللي هتخرج منك تبقى كلمات بتدعم تحقيق هدفك، افكارك كلها ايجابيه، كلها طاقه، كلها تفاؤل بالخير، لان اللي اللي انت هتتخيله هو اللي هيحصل معاك في المستقبل بشكركم قولوا لي جربتوا قانون الجذب قبل كده ولا قولوا لي هل جربتوا قانون الجذب معاكم قبل كده ولا لا ونجح ولا لا كل واحد يحكي لي قصته مع قانون الجذب هنعمل بعد كده طرق تفعيل قانون الجذب هنعمل اسباب فشل قانون الجذب هنكتر الفتره الجايه من مواضيع قانون الجذب في حد عمال يتصل بيا في اللايف عمال بيقطع شك... شكرا يا جماعه اشوفكم في فيديو تاني وعايزاكم كلكم تقولوا لي تحت تتفرجوا عليا ولا لا وهل انتم مقتنعين بالكلام ده ولا لا وحصل معاكم ازاي قبل كده انا هحكي لكم على قانون الجذب في موضوع الشانل بتاعتي على اليوتيوب في موضوع شغلي في موضوع حياتي قد ايه الموضوع اثر فيها بطريقه ايجابيه ويمكن زمان كنت بعمله بتلقائيه قبل ما ادرسه حتى بشكركم وثانك وبحبكم